السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف داير السي معلم؟ بخير، صحتك جيدة، أنت بخير؟ أشكرك معلم، جزاك الله خير على داك الفيديوهات ديال داك الحمامات، تبارك الله عليك، ما شاء الله، والله إلا كتعجبني، وكنتمنى لك التوفيق من الله تعالى، طلب الله تعالى يوفقك وجزاك الله خير. هاد السلعة هي عندنا أنت كتشوفها، على شو داير كيفاش داير؟ هادي اللي بغى يشري راه ما يلقاهاش في الجديد، ما كاينش في الجديد، هادي كوندونس، الاقتصاد أخونا في الكاس. الاقتصاد هي خدامه دابا، ما تعرف واش خدامه ولا لا، هاي كتسقي دق وسكوت، هاي خدام، هاي يا معلم، هاداك الشيء تبارك الله راه غير سميت المستعمل وصافي. السلعه ديال الخارج تاخدها ما كتندمش، حيد عليا السلعه اللي دايران، ها تبارك الله ما شاء الله، هاي تحت من التجربه دابا شحال من حد اقصى التجارب درتهم ليها، ها الراديو اللي كتسخن شي حاجه، ها الحراره فين واصل، ها الحراره غادا وكتطلع ليك، هاي هاي مزال خدام، هاي سخا هاد الشوديرات كنبيعوهم بال بيعهم قال العيب كيرجع للموالي، والحمد لله فضل الله تعالى بعنا شحال من حاجه، ما عمر شي واحد رد لينا شي حاجه اللي ما خداماش، ما نبيعوهاش للناس ولو يبقى اللي يوقع، الله تعالى خزائن الله تعالى كثيرة لا تنفد سبحانه وتعالى، ما نبيعوش حاجة اللي هي معقولة، خاص تعطينا الإنسان واحد الحاجة اللي يبقى يقولك الله يرحم الوالدين، هاي سخنات وطات على حساب الديكرادياسيون اللي عطينا هنا، على حساب الدرجة اللي عطينا هنا، هاهي سخنات وصلت ل 60 أو ما يعادل، هاهي طفات، هاهي، هاهي بغا في الكليان ديالك ولا في الزبائن ديالك اللي بغا شي حاجه معقوله الف مرحبا، حنا حلينا من الداخل باش حتى الزبون يشوف السلعه كيفاش دايره والنقاو والمليح. جزاك الله خير معلم، الله يوفقك اخونا، وكنشكرك بزاف اخويا، حياك الله.